هكذا بدأ المشهد مرة أخرى، متظاهرون يطالبون بالحد الأدنى من حقوقهم المشروعة، فسلطة غاشمة لا تعرف سوى العنف وسيلة للتعامل مع المواطنين العزل الذين لا يملكون إلا أصواتهم الهادرة طريقة للتعبير عن غضبهم وسخطهم من النظام السياسي الفاسد بكل أشكاله وصياغه. القوات الحكومية عادت لتمارس هوايتها المفضلة في التعامل مع الاحتجاجات، حيث أطلقت النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد في اليوم الرابع من الانتفاضة. ووفقا لمصادر ميدانية وناشطين، فإن القوات الأمنية ما زالت تغلق جسور الجمهورية والسنك والمعلق الرابطة بين الكرخ والرصافة ببغداد بالحواجز الإسمنتية، بينما تنتشر مدرعات بمحيط المنطقة الخضراء وشارع الصالحية المتجهة إلى فندق الرشيد حيث تقع السفارة الإيرانية، إضافة إلى انتشار قوات الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الشغب في مناطق الكفاح والفضل والخلان والنهضة والحسينية والصدرية وسبع البور والتاج والزعفرانية ومناطق أخرى كانت ميداناً رئيساً للتظاهرات في الأيام الماضية. جنوباً شهدت مدينتا الناصرية والديوانية سقوط أعداد جديدة من القتلى، بينما لا تزال مناطق أخرى في ذي قار والقادسية والبصرة وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى تخضع لإجراءات أمنية مشددة وانتشار عسكري وحظر للتجول وسط اعتقالات واسعة طالت ناشطين ومشاركين في التظاهرات، ولا يزال حظر التجول والانتشار العسكري الكثيف في الشوارع والساحات العامة وأمام المباني الحكومية على أشدهما، كما أن شبكة الإنترنت التي أعيدت لبضع ساعات فقط بالتزامن مع كلمة وجهها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قطعت مجددا. الكلمة المسجلة لعبد المهدي والتي جاءت في ساعة متأخرة من ليل الخميس أطلق خلالها حزمة من الوعود وحذر في الوقت نفسه مما وصفها بالفوضى. فنحن اليوم بين خياري الدولة واللا دولة. يتحدث عبد المهدي هنا بارتباك عن الدولة لمن يصرخون في الميادين نريد وطنا، ويشير إلى سنة من عمر حكومته لمحتجين يريدون الخلاص من نظام فاشل عمره أكثر من 16 سنة، خطاب اعتبره مراقبون مستفزا كونه حمل مغالطات وتزييفا للحقائق، من بينها توجيه الشكر لقوات الأمن لحفاظها على أمن المواطنين والمتظاهرين رغم سقوط كل هذه الأعداد الهائلة من القتلى والمصابين ومثلها وأكثر اعتقلتهم تلك القوات. خطاب عبد المهدي بدأ أشبه بحملة انتخابية متأخرة، واجه المتظاهرون بمزيج من السخرية والغضب من أساليب السلطة المستهلكة بعد فقدان الثقة بكل ما يصدر عنها من وعود بائسة لذر الرماد في عيون لا تريد أن تنام على ضيم أو تغض الطرف عن الجور الذي يجثم على صدر البلاد.